اشوفك ان شاء الله في المستقبل مقدم بشكل كبير. طيب سالم، نبغى نتكلم عن الوقف يا سفير الوقف بشكل اسرع. اولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، انت بادرت بان الهديه سهم في وقف اليتيم بالجديده بمكه. اقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا وكاف اليتيم كهاتين، احنا ما جهدنا انفسنا ولا جهدنا اعمارنا، وكل يوم نتكلم عن الوقف الا احنا محصلين له ان شاء الله باذن الله بعد مشيئه الله لها ثمره اللي هي طول العمر. نحن في حاجه اليتيم، اليتيم في حاجتنا. يا سلام، فبادروا وساهموا، والله يجعل ربي يكتب اجركم والله لا يهينكم. شكرا يا الله وجهك. الله يحييكم على الربع، الضيافه برا مقدمه قرب الدعم، يا مرحبا. سم فايز منو؟ خلها برا، اعلنها برا، افضل افضل. فيصل شوفوا عيال اذا باقي احد تكفون. حلوه لبي عيوني. الله الله، أبيجيك بس باخذ اللوحة، باخذ اللوحة.